السلام عليكم. نهاركم مبارك سعيد. هذه الرسالة يرحم الوالدين وما تبارطاجوا وتعبوني. هذوك الشكامة القواويت ديال الحكام ديال الجزائر. نعت الله عليكم ليوم الدين. الحكام ديال الجزائر هما جزائر خوتنا. جزائريين خوتنا وجزائريات حبابنا وخوتنا. رحنا دم واحد. أنا عندي عمتي تما. أنا عندي عمتي في الجزائر. راجل أختي جزائري. صافي. عندي ولاد أختي أصلهم جزائر عايشين معانا لحد الساعة وباهم جزائري. دابا بغيت غير نعرف هاد الحكام ديال الجزائر وحاشا باش يكونوا حكام سلحت ورهطين سيتانان حمير حمير والحمار يمكن يعقل على الخير. خطاب ديال الملك الله ينصره ديال العرش قال لهم نحلوا هاد الحدود نخليو هاد الشعب هذا يتلاقى نخليو هاد الاخوه بيناتنا راه مصارين ودبزوا في الكرش عندنا تاريخ بيناتنا وبينكم لا حياه لمن تنادي تناقدوه وكداو عنده المغرب عنده الغرض من الجزائريين ولا عنده غرض المغرب راه مفرقع بالشبعه الحمد لله دلي على 5 دراهم الهنديه غير مرميه انتم ما تجبروهاش للدواء للشعب ديالكم مدابزين غير مع ريسانكم الاكسجين ما كاينش الابره ديال الكورونا ما كايناش الخدمه البيطاله وبالتالي كتفرضوا السيطره زعما بلي انكم انتم بلي حكام زعما بلي عندكم النيف النيف راه حتى عند الحمار شوف الرجله وشوف العقل وشوف السياسه كي غادي تمشى شوف سيدكم الله ينصره الهضره كي دايره قال لك السبع يخلي سبع محمد الخامس خلى سبع الحسن حتى الله يرحمه الله يرحم امتنا اجمعين وخلى محمد الحسن الثاني خلى محمد السادس عاود والسلسله غاديه انا عقلت لهم عقلت للحسن الثاني محمد الخامس ما عقلتش عليه السبع خلى سبع قلنا الخطاب ديال العرش عرض واخا حنا ما خصناش منكم وشنو هي وجه الاخوه والشعب ما بين الشعبين لحقاش المنطقه الحدوديه ديال الشرق والمنطقه الحدوديه ديال الجزائر على راسنا وعيننا لحقاش مضرورين وشاف عنده ضر في المنطقه الشرقيه محمد السادس بغى يحل باش تكون واحد الرواج ومن غير هذاك الشيء كاين واحد العلاقه سياسيه قديمه ارانا نط العافيه نط النار والله يجعل ربي يحفظ اي بلد واي مسلم ولا اي واحد ايا كان يمرك تلقى كافر وتلقى فيه الخير هذا بالطبون الله عز من التمو ما عرف مين جاي الله ينعلم امك الوالدين عرف عليكم المساعده باش يطفي النار من بلادكم ما حبيتش تعرطوه بحال اللي بقيت ما فهمتش باغيين من الاخر كاع صيفطكم تعزيه تعزيه ديال الوفيات اللي ماتوا خوتنا وحبابنا والله يرحمهم برحمه الله ما رضعتوهاش ما رضيتوش التعزيه واش راكم باغيين واش باغيين نحيو السراول ولا الله ينعلم مواتكم الوالدين هاد الحكام ديال الجزائر وعاش الشعب الجزائري ونطلبوا واحد المظاهره كبيره اقسم بالله وكنحلوا الحدود حتى ننقزوا ونجيبوها عندهم نعاونهم في هاد الحركيين هادو حشومه وعيب وعار والله الا عيب وعار بغيت نعرف انا واش راكم باغيين انتم عايشين في شك في كيك مبرعين ومخلين ولادكم مساكين هكا اون بان هذه ما عرف شحال هذه قريب عامين هما في المظاهرات باش يطلبوا غير تدين النظام جيبوا بعدا غير كاين شي سميه بعدا زينه رئيس زين بعدا طبون حشومه كاع حشومه راه معروفه على الصعيد العالمي طبون محشومه شي سميه شي راجل بعدا انت راه داير راسك يقلب وتشتي الله يلعنها سلعه وهذا الميساج الله يرحم لكم الوالدين وما تبارطاجوا هذا الفيديو والله راح حتى نعظمو من عند راه حق الرب والله حتى نعظمو من عند راه حتى يموت وتحياتي خوتي وتبارك الله عليكم وعاش الملك وعاش الرايه الوطنيه وعاش الشعب الجزائري الاحرار الشعب الجزائري الحر وتبارك الله عليكم وتحياتي وراني في العمل ديالي وراني خدام عند الناس وخدم رجال سيدهم والحمد لله وكلاني قلبي راني كنشوف مسائل التواصل الاجتماعي الجزائريين حبابنا وخوتنا ما بغاوش هذا الشيء هذا واحد الصحفي جزائري والله خوتي الى جاب لي البكا صحفي جزائري هدر بالحرقه
اضرب حرقة اضرب حرقة. علاش انت ما قبلت صلح؟ نار نار شعلة ولادك ولادك ولاد ولاد الجزائر هادو هادو من الجزائر شو هذا ولا الشهداء راه تاكل فيهم النار. غير كاش حاجة غيركو حاجة ما عندكش انت طيار ما عندكش. وحنا عرضنا رسالنا الملك عرض راسه واش نجيب لكم باش نطفيو هذيك النار. لحقاش علاش هذوك الناس راه حتى مباشر وفي التدليل لا ما عرفتش انا يعني. النار ما قبلتش نطفيها ما قبلتناش ما فهمتش هذا الحرقه اللي فيكم واش بينا بينكم ما نعرف بين هذا الطبون كانت مرته ممكن هنا ولا عندها شي افير مع شي مروكي. أرانا التعزية ما قبلهاش عاود يا عباد الله ما فهمتش انا. انا اصلي وجدي ولد وجده منطقه الحدوديه ابو كانون هاد الشبغالة ولكن ما فهمتش انا هذا ما بغيتش هذا الصلح ما بعرف ما فهمتش وشنو راك حاب انت وهاد الجنرالات ديالك اللي راهم حاكمين يا شكا من فرنسا. والله ينعلكم تبارك الله عليكم اخوتي وماذا بكم هاد الميساج تبارطاجا والله يجعل ربي يحفظكم.